تحت شعار لواء آمن وفعال انطلق عمل دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب بتاريخ 1/4/2016، وكانت الغاية الأساسية من عمل هذه الدائرة هو ضبط عمليات إدخال الأدوية إلى السوق السورية وإلى المشافي العامة والخاصة والمنظومات الطبية المختلفة، سواء كان ذلك عن طريق المعابر الرسمية مثل معبر باب الهوى أو حتى عن طريق المعابر الغير رسمية مثلا بين محافظة إدلب ومحافظة حماة أو ما حلب. الغاية من الموضوع حقيقة يعني بعد مراجعاتنا خلال الفترة الماضية وجدنا أن نسبة كبيرة من الأدوية وبشكل خاص الأدوية المستوردة من دول أخرى تأتي بنسبة مادة فعالة قليلة جدا قد لا تتعدى 10%، وهذا أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات في سوريا. يعني في سوريا حسب الإحصائيات المحلية تضاعف معدل الوفيات 3 أضعاف، نصف هذه الزيادة كان نتيجة الأعمال يعني نتيجة الحرب والقصف، والنصف الآخر كان بشكل أساسي نتيجة الأمراض المزمنة، ومن أهم أسبابها هو استخدام الأدوية غير الفعالة. لذلك قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع إدارة معبر باب الهوى، وبناء عليها الآن كل الأدوية التي تدخل من المعبر سواء كانت للقطاع الخاص أو للمنظمات أو للمشافي أو للمنظومات الطبية تخضع لفحص كامل من قبل الرقابة الدوائية قبل دخولها. كيف تستطيعون ضبط الأدوية في المناطق المحررة؟ نعم، حقيقة يوجد عدة خطوات لضبط الموضوع. أول موضوع هو ضبط الإدخالات إلى المناطق المحررة، وذلك من خلال المعبر الرسمي معبر باب الهوى حتى من خلال المعابر الأخرى الغير رسمية. الموضوع الثاني هو ضبط عمل مستودعات الأدوية، لذلك قمنا بإصدار تراخيص للمستودعات ضمن شروط فنية معينة، ويعني تقوم يعني اللجان المختصة بجولات مستمرة على هذه المستودعات لمراقبة عملية يعني إدخال الأدوية وإخراجها والدفاتر الخاصة بموضوع الأدوية المخدرة وما شابه ذلك. الموضوع الثالث هو موضوع الصيدليات، قمنا أيضا بإصدار تراخيص للصيدليات، حيث كما نعلم خلال الفترة الماضية يعني مرت محافظة إدلب وكل المناطق المحررة بفترة فوضى كبيرة، وأصبح الكثير ممن يمارسون يعني عمل الصيدلة لا يحملون شهادة طبية، وبالتالي كان لابد من إعادة ضبط هذا الموضوع بشكل كامل وإصدار تراخيص وتسيير اللجان. وقمنا بالخطوة الأولى بإغلاق الصيدليات المخالفة في مدينة إدلب وأريحة، ثم انتقلنا إلى بنش وسرمين وتفتناز وسراقب، والخطوة الثالثة مدينة معرض النعمان وصرمدة، والخطوة الرابعة إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نستمر لاكتمال يعني إغلاق الصيدليات المخالفة في كل أرجاء محافظة إدلب. ما هي مشاريعكم في مديرية صحة إدلب المستقبلية؟ يعني بالنسبة لموضوع الرقابة الدوائية، طبعا في البداية المخابر التي تم تجهيزها يوجد مخبر فيزيائي ومخبر كيميائي ومخبر جرثومي، ونعمل بشكل مستمر على تطوير هذه المخابر لتكون بالمستوى العالمي لضبط الأدوية المقدمة. الآن نعمل على افتتاح شعبة المخدرات إن شاء الله خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل ضبط موضوع الأدوية المخدرة أو موضوع يعني الإتجار أو ما شابه ذلك. تم تأسيس دائرة الرقابة الدوائية بتاريخ 1/4/2016 بكادر متميز من ذوي الكفاءات العالية من حملة الماجستير والدكتورة، وتم وضع شعار غايتنا دواء آمن وفعال. طبعا تعتبر مديرية صحة إدلب هي المديرية الوحيدة في المناطق المحررة كاملا التي تحتوي هذه الدائرة المجهزة بكافة الأجهزة الضرورية لتحليل ومراقبة الأدوية. تتكون دائرة الرقابة الدوائية من 6 شعب أساسية، هي شعبة الرقابة الفيزيائية والكيميائية والجرثومية والصيدلانية وشعبة الضبط الجودة، بالإضافة لشعبة الشؤون الإدارية. بالإضافة الآن يتم العمل على مشاريع إضافية، وهي تقييم كفاءة التعقيم في المشافي بأقسام حواضن الأطفال وغرف العمليات ووحدات غسيل الكلية، بالإضافة لتقييم كفاءة تعقيم المياه في المراكز الصحية وممكن المجالس المحلية في حال تم الطلب من هذه المجالس. للرقابة طبعا ان شاء الله. تتضمن اختبار فعالية الدواء
ومطابقة الدواء للمواصفات والمقاييس الدستورية، اختبارات جرثومية تتعلق بالدواء بناحية عقامة الدواء وبنوعية الجراثيم التي تكون موجودة على الدواء. في وحدة الزرع الجرثومي ضمن قسم الرقابة الدوائي نقوم بإجراء اختبارات الجرثومية الخاصة بالمواصفات الدوائية وفق متطلبات الدستور الأدوية الأمريكي USP. جميع المستلزمات المطلوبة ضمن إجراء هذه الاختبارات متوفرة لدى مخبر الزرع الجرثومي، بما فيها اختبارات الحساسية، اختبارات العقامة، اختبارات من أجل الفلترة وكل هذه الأمور. ضمن وحدة الرقابة الجرثومية نقوم بإجراء الاختبارات من أجل سلامة الماء ومن أجل سلامة الأدوية. تقريبا بات لنا حوالي 8 أشهر منطلقين بالعمل في شعبة الرقابة الجرثومية. بعد أن أنهينا رقابة أو وضع الضوابط والشروط من أجل الرقابة والعمل على الأدوية، انتقلت وحدة الرقابة الجرثومية إلى مجال عمل آخر، وهو مجال التأكد من إجراءات التعقيم والتطهير في المشافي. شعبة الرقابة الكيميائية تألف من 3 وحدات: وحدة التحضير والتحليل الكيميائي، بالإضافة لوحدة الامتصاص الذري التي تحمل الجهاز الامتصاص الذري بتقنيتين الفرن واللهب، بالإضافة لوحدة الكروماتوغرافيا التي تتألف بأجهزة الكروماتوغرافيا الغازية وأجهزة الكروماتوغرافيا السائلة. طبعا بالنسبة لوحدة التحضير المحلي والمحلي الكيميائي، وحدة التحضير الكيميائي يتم فيها تحضير العينات وقياسها بالأجهزة بالمعايرات الكيميائية والأجهزة السبكتروفوتومتر. أما بالنسبة لوحدة الامتصاص الذري يتم فيها قياس العناصر المعدنية وإشباه العناصر المعدنية ضمن الحليب الأطفال، بالإضافة إلى تلوث المستحضرات الدوائية في العناصر المعدنية السامة مثل الرصاص وإشباه المعادن مثل الزرنيخ والتموان والبسموت وغيرها من المعادن السامة التي نتحرى وجودها ضمن المستحضرات الدوائية أو ضمن حليب الأطفال، بالإضافة لتحديد العناصر المعدنية المفيدة الموجودة ضمن حليب الأطفال مثل الزنك والحديد والنحاس وغيرها. بما يقارب أكثر من 80% تستطيع هذه الأجهزة أن تخدم الوضع الكيميائي أو التحاليل الكيميائية التي نحتاجها. طبعا هناك بعض الهدوش والنقص ولكن ليست جوهرية، وإنما ممكن أن تغطي بحق ما يقارب أكثر من 80% من التحاليل الكيميائية التي نحتاجها في الرقابة الدوائية. بالنسبة للأصناف اللي ممكن نحللها بوحدتنا، هي عبارة عن المواد الأولية اللي تستخدم في صناعات الدوائية. طبعاً المواد الأولية بنوعيها البشري أو البيطري. في عنا كمان المستحضرات الدوائية الجاهزة اللي تتضمن جميع الأشكال الصيدلية مثل الشرابات، مثل المضغوطات. في عنا كمان الأمبول، في عنا التحاميل. طبعا في عندنا كمان ايضا ممكن من الاصناف اللي ممكن نحلل هي السيرومات البشريه، وحديثا صرنا نحسن نتمتع من تحليل الحليب الاطفال اللي يعتبر ذو اهميه كبيره يعني بسبب المشاكل اللي واجهتها الفتره الاخيره. نشتغل بقسم الرقابة الفيزيائية، نقوم بكافة التحاليل الفيزيائية الواردة إلينا من المعابر الحدودية ومن المعامل الداخلية والسوق المحلية. نقوم بإجراء هذه الفحوص وفق المعايير الدستورية العالمية، ولدينا بعض الأجهزة وهي كافية لإجراء هذه التحاليل. من هذه الأجهزة نذكر مقياس الحشاشية، حشاشية المضغوطات، وأيضا لدينا ميزان تحليلي، ولدينا مقياس التفتت يقوم بقياس تفتت الكبسولات والمضغوطات الملبسة وغير الملبسة، ولدينا أيضا جهاز يحاكي جسم الإنسان وهو جهاز الانحلالي نقوم بقياس مدى انحلالية الكبسولات والمضغوطات الواردة إلينا، ولدينا أيضا جهاز القساوي يقوم هذا الجهاز بقياس قساوة المضغوطات غير الملبسة، وعندنا أيضا هون جهاز pH يقوم بقياس درجة حموضة المحالي والسوائل ومياه الشرب والشرابات من والعينات الواردية إلينا، وعندنا هون مقياس درجة انصهار. هذا الجهاز خاص في الروماتيريال المواد الأولية
بقياس درجة انصهار المواد الأولية. وعندنا هذا المجفف هون بقياس نسبة الرطوبة والماء في الأغذية وحليب الأطفال والمواد الأولية والعينات الوردية لنا أيضا. هناك بعض الأدوية الوردية لنا كان فيها بعض المخالفات من حيث درجة الحموضة، من حيث ارتفاع درجة القساوي، من حيث أيضا ارتفاع نسبة التفتت. وقامت الرقابة الفيزيائية بإجراءات اللازمة. صيدلاني محمد دغيم صاحب مستودع الوفاء للأدوية ومستورد أدوية. نحن من بعد ما صار نقص في الأدوية الموجودة في السوق في المناطق المحررة، قمنا بتغطية حاجة السوق بالاستيراد من 3-4 دول، هني الهند وباكستان والصين وتركيا، عن طريق معبر باب الهواء بالتعاون مع مديرية الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب. نقوم بإدخال عن طريق معبر باب الهواء والحجز، حجز البضاعة في معبر باب الهواء، ومن ثم أخذ عينات لإدخالها على مديرية الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب، ومن ثم تحليلها وفيما بعد طرحها في السوق لتغطية حاجة المواطن بالأدوية. تم رفض بعض الكميات أدوية فيها مستعمرات جرثومية، تم إتلافها عن طريق مديرية صحة إدلب بالتعاون مع معبر باب الهواء. ما زلنا مستمرون في استيراد هذه الأدوية وتغطية حاجة السوق من الأدوية اللازمة للمواطنين.